بيقولوا آخر العنقود سكر معجود، بس أبشركم السكر انحرق والطنجرة ولعت. خليني أمشي معكم واحدة واحدة للطريقة اللي كان لازم فيها ينحرق السكر، قصدي ينعقد. سجل معايا يا حبيبي رطل السكر، بس دير بالك من النمل. آخر مرة تركنا السكر فيها إجا النمل وهجم عليه، ما خلاش أبيض ولا أسود. بس تقلقوش، يعني رشينا شوية مبيد حشري والجيش انتهى. وإذا كنت مفكر إن خروج النمل كان آخر حاجة بتكون غلطان. أهلنا في مصنع السكر سنة 2007 اختلفوا ولعت بيناتهم، كلمة من هان كلمة من هان، والنار كانت عالية شوي وحرقونا. يعني لو إجينا للحق أنا الصراحة مش فاهم هما يعني إيش اختلفوا يعني، بس أتوقع إنهم اختلفوا إعدادة المصنع. وهنا مفكر خلصنا، وفر تنهيدتك لسه ما خلصناش. فجأة هجم النمل من تاني وعينهم على كيس السكر. يا ليتها وقفت على كيس السكر، نحن فقدنا السكر والمي والكهرباء والبنية التحتية والفوقية، ما ضلش حاجة. بعد شوي دخل علينا الربيع، كان أجمل ربيع يمر علينا من سنوات. لا أصبر لسه كمان شوي. وصلنا 2012، ما لحقنا نقول يا هادي، لقينا كوم هالنمل أخذنا بدوكة أسبوع زمان من تاني. بعدها واحدة تنتين ثلاثة، وادي معلم للخمسين يوم ما إجانا نوم وهالنمل كوم هاجم علينا مع كيس بزر كبير حكونا قزقز وما تشبعوا. طلعنا من هالدوكة الكل بيحاول يرجع على حياته زي الأول، بدينا نحاول نوقف على رجلينا، فتحنا أبواب التجارة مع الصين. اي هوب، المنتج الصيني طلع مضروب، وبعدين ممنوع التجول من غير الكمامات. اجت سنة 2021 لسه بنحاول نستوعب موضوع الصين ولا النمل. اوبس، نسينا صاحبنا ملحقش ياخد نفس.